السلام عليكم أحبابي الحلوين، كيف حالكم؟ درس جديد من دروس التربية الإسلامية، وهي ورقة عمل عن حديث لا يؤمن أحدكم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وكما ترون أحبابي الأطفال في هذه الصورة الموجودة أمامكم، نرى هذا الطفل لا يرضى الأذى لغيره، وهو يرفع قشور الموز من الأرض حتى لا يتأذى بها أحد. والصورة الثانية تدل على هذا الطفل الذي يتمنى الشفاء لمرضى المسلمين. وكذلك المسلم يحب لأخيه ويطعمه مما يأكل ويشتهي له مما يأكل، وكذلك المسلم الآخر يحب هداية الآخرين ويدعوهم إلى الصلاة كلما ذهب إليها. ويعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف أن المسلم يحب الخير لغيره كما يحبه لنفسه، وبذلك يحب الله تعالى ويرضى عنه. أتمنى أحبابي الأطفال أن نعمل بهذا الحديث ونساعد أحبابنا الأطفال وأحبابنا المسلمون. مثلا لا نرمي الأوساخ والنفايات في الأرض، وكذلك نزور أحبابنا المرضى، وهنا نطعم صديقنا مما نأكل، وهنا ندعو أصدقائنا إلى الصلاة وإلى الذهاب إلى المسجد. أتمنى أحبابي الأطفال أن تكون هذه ورقة العمل قد أعجبتكم ونالت رضاكم. إلى اللقاء.